صباح الخير. مرة ثانية صباح الخير. كيف حالكم؟ واو، أنا كل سنة بكون معجبة بهذا اليوم. عن جد أنا جدا سعيدة بحضوركم، جدا سعيدة إنكم قدرتوا تيجوا اليوم وتحضرونا. أهلا وسهلا فيكم من إدارة من الإدارات الكريمة، من معلمينكم ومن الطلاب الكرام. شكرا كثير لحضوركم. هلا ما بعرف إذا هذا الجيل بيعرف ميسر ريم أو ما بعرف، بس أنا كثير مبسوطة إنه قدرنا هاي السنة نلقي ضوء على هذا الموضوع، والطلابنا والجيل الجديد يعرف المسرح الغنائي العربي، لأنه المسرح الغنائي العربي له تاريخ قديم، صلوا من أيام الستينات والسبعينات، ومن الأشخاص اللي ساهموا في إبراز المسرح الغنائي هم الأخوين رحباني. عشان هيك احنا اخترنا ميسر ريم هاي السنة لتكون نوع من أنواع إحياء التراث القديم والموسيقى القديمة، وطلابنا يصيروا يدندنوا الأغاني القديمة ويعرفوها. احنا كمدرسة المشرق هاي السنة كان عندنا سلوغن كتير مهم، وصراحة أنا هاي السنة كنت كتير مصممة إنه نشتغل عليه، هو إطلاق قدرات كل طالب. ومن خلال هاي المسرحية أنا بعرف قديه هذا العمل صعب جداً، وقديه الغناء الشرقي فعلاً إنه صعب. حاولت إني دايماً أوصل لهم لطلابنا إنه مس you can do it، أطلع أي إشي جواته وأخليه يورجيني إياه، من غنى، من رأس، من تمثيل، حتى من أي نوع من أنواع الفن الحركي أو الأدائي. وهذا الإشي كان رسالتنا بهاي المسرحية، ورسالتنا دائماً بالمدرسة إن دائماً نطلق قدرات جميع طلابنا. اليوم طلابنا فعلاً أطلقوا كل ما بداخلهم من طاقات ومواهب، وإن شاء الله إنكم حتنبسطوا معهم على المسرح. اشتغلوا كتير، كلنا تعبنا كتير، وهم كتير متحمسين يشوفوكم وإنتوا تشوفوهم. يا رب يا رب إنه هذا العرض ينال إعجابكم. بس طلب واحد لو سمحتوا، إنه الموبايلات على إيربلين مود switched off لأنه affects sound system. بتمنى إنكم تنبسطوا بالعرض، وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. Thank you.
محل بيع صحون هندي صيني وعندي قبالين عدى من سنين وستي من ضيعت كحلون يا ضيعت ستي اللي بعيدي كحلون يا ضيعت ستي اللي بعيدي كحلوم مطرح اللي بيبكي وبيحفر الحسوم اسمه على خيال الحوم في كحلوم ونحنا بسهر كحلوم نقطف العنب وليش البلد مسكرة؟ عنا بيفتوا قبل الظهر وبيسكروا بعد الظهر وبيخانقوا بعضهم وما في مين يصالح؟ اوف بلدنا مقسومة، ناس مع أم العريس وناس مع أم العروس وانتو مع مين؟ مع الشاويش. ادلوني عبيت نعمان وأنا بروح بقنعه. من دلة ولا ما من دلة؟ من دلة؟ شو رأيكم من دلة؟ لا ما من دلة شو بدنا فيه خلاص بس خلاص اندلة على عمته وعمته من دلة شوفي بتروحي شمال يمين شمال يمين شمال يمين صح شمال يمين 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 انا بدي لك عمت نعمان وانت مين انا بيقولوا لي النسناس وبيتي الساح اخذني لعندها هي بتجي تعي عمت نعمان عيط بعد بركي ما سمعت بتسمع بتسمع صالية مثل الحية وناطرة الحكي المشكل بيجيبها من صفر سنة مين عيط لي؟ وشي غريب علي؟ وأنا غريبة بدك تقولي شي؟ بدي تدليني عبن خيك نعمان ما من صالح بدي صلح سيارتي قلت لك ما من صالح بدي صلح سيارتي شو؟ بعتتك شهيدة؟ ومن أي شهيدة؟ ولو؟ بدي تقولي لي ما تعرفيها؟ نهبته لابن خيي وينك انت عنه؟ أنا يا حسرتي على نعمان ليه؟ أنا طالع بيدي شي؟
بس وينك ما خليت ولا بالصارة إلا تفسخ لنا الخطبة. إذا ليش زعلانين؟ انبسطوا. نحن زعلانين؟ نحن معيدين. أنا تلجة، عمة نعمان إخت المعلم راجي. هي مين بنت حاتم بوشهيدة؟ هلا حاتم بوشهيدة بيا؟ إيه بتعرفي؟ لا حسبت. وقت تلجي؟ لو أنتم ما فسختوا الخطبة أنا كنت جاي أفسخ لكم إياها. ولك يسلم حاتم، شو كنتي بدك تقولي؟ بدي نعمان يصلح لي السيارة. أنا يا حسرتي على نعمان. ليه؟ شهيدة خلت براسه عقل؟ بطل يعرف الكلب البطارية من كلب الجعاري. وقتلجي خلي نعمان يصلح لي السيارة وما بكون زيون لو حكيت له كلمتين بس. بيولعوا مشكل؟ لخلي الشوارب تطير. ولك بتقبريني من وين الله بعتك؟ رح جيب له عروس من ضيعة ستي كحلون. ما زال هيك رح أدلك، بس ليكي اوعي تنسي المشكل. انتي ما تروحي، هلا صار وقته. هو بيجي بيملق تحت شباكها وهي بتجي بتملق تحت شباكه، بس ما بتحق. تيجي من الريح وشعرها مدري مدري صار مدري وصار العين مدري. تيجي من الريح وشعرها مدري مدري صار مدري صار العين تقعد تخبرني حكاية تخبيها قلبي وربيها وعالباب تنطرني. أنا شهيدي الشهيدي، أنا شهيدي الشهيدي، شهيدة الحب شهيدة البر شهيدة نعمان. الماء إلو أمان، الماء إلو أمان، الماء إلو أمان، أمان أمان. يا صبي توجع الطاس مش مرتاح، يمكن اللي ما بقى يرجع. قلبه اسم شوال قال وانسرته، ظاهر تغيرته تغير مرسال. قالوا لي اسألها، انا اسأل سامع عن لسانة حكي الخبر ونعمان. انسى الهوى اللي كان يا هالغريب، خبريني مني بيطفو النسيان. أنا زيون الغريب ما بحب النسيان، أنا بحب الحب وبحب الزمان. يمرون أحلى الحب. هي ماوية. شو يعني؟ وهو بديرو عمته. ما حدا يجيب سيرة عمتها. ما حدا يجيب سيرة عمتها. جيلك روح روح. بيي يا بيي ضربني نعمان. ولا نعمان 20 سنة بيك وزلمة ما تعطلوا معي راس. هلا بدكم تطلعوا راس؟ إيه أنا جاي ربيكم. شو عم بيقول؟ بده يربينا ونحن على ايد المرجل ربينا. حاتم انا راجي ابو نعمان، مرجف الارض مرجف الفرسان، الرجال على الساحه يلاقينا. شد يا ساحه ما يصير الليل بده يصير فكا.
حدا يرجع على بيته. نحنا انتو لا دارنا نزلت يوم العيد سمعتو ولا سيوفنا كلت. عسكت يا شايب يا صغير يا خايب كسر خطبي وابنك على الأقل دايب. نعمان مش بعيد عمانتا إلا نحنا صغار بعيون الأعادي كبار انتو خشب حو ونحنا للخشب منشار. ولا نحنا صغار بعيون الأعادي كبار انتو خشب حو ونحنا للخشب منشار. يا ملعب الريم يا ساحات ما يسرين انت شدي وخبري بيناتنا شو صار. ولا 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 خناطين ببعض وما بتعرفي شو فيه. صحيح يعني ما معي خبر بشي. لا ما معي خبر. يا جماعه هيدي هي هي هيدي هي اصل المشكل. شفتي انا شفتهم مزعلين قلت بصالحهم تصلحوا لي السياره. يا عمي في ناس هاجمة على ناس. ايه مظبوط ما زال في مشكل في سبب وفي مسبب. مين مسبب؟ زيون. علقتي علقتي قتلتيهم وخنقتيهم وكله شدوا ضدك. مش مزبوط غلط. غلط شو؟ لا صح. مين المحقوق؟ انتي. مين المحقوق؟ انتي. ايه فازل انتو مش متقاتلين انتو متفقين. متقاتلين ورح نتدابع. يا حراس في حد عم يغلط. مين عم يغلط؟ انتو بتقولوا انه الاهالي متقاتلين. ايه نعم. والاهالي متفقين على انه انا سبب المشكل. ايه نعم. فازل يا حراس الاهالي متفقين واذا هن متفقين بكونوا غلطانين واذا انتو مش غلطانين بكون هن مش متفقين واذا هن مش متفقين بكون انا مش سبب المشكل. كيف 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 لخبطتينا. خلاص صار لازم نحقق. طب ما زال ما ضربنا شو التحقيق؟ نتضارب الاول بعدين التحقيق. انا بقول افضل نسال الاكثريه بركي ناجل الخناقه لبكره هيك الاهالي بيكونوا مرتاحوا. طب زين خلص الخناقه بكره والبكره بده يخانق يجيب معه عصايه فنديان. البعكور ما بيسوى والزعرور ممنوع ويجيب معاه تذكرة هوية. هيدي اسمي من هلا. عفاكي. ايه زميلة الليلة على سلامة. مش رح تمضي بسلامة اسألني انا. بدنا نخانق بدنا نخانق بدنا نخانق بدنا نخانق. انا برجيكوا انا برجيك. اذا هن متفقين بيكونوا غلطانين وإذا أنتوا غلطانين بيكونوا هم مش متفقين وإذا هن مش متفقين بكون أنا. أوف يا لطيف الأدب العربي شو عويص. بلشت تتروق البلد. هلا بتروق كل واحد بيعلق مع مرته وما بيعودوا فاضيين لحدا. أول ما تعرفنا
عرفني على حالك بيتك الساحة. تقبل اسمك بيتك الليلة؟ غريبة وغريب التقوا. ولو البيت الضيق بيوسع ألف صديق، كيف لو كان البيت الساحة؟ أنا بيتي من هون لهون، وإنتي بيتك من هون لهون، أوسع من قصر الأمير وسقف لعالي. كانت مثل هلا تفتح الشباك وتسهرني. كان مثل هلا يفتح الشباك ويسهرني. عمروا بيناتنا حيطان. الغيم طفى النجمة. الوردة دبلت بالمزهرية. ردلي محبس الخطبة. بغني لك وهالليلة بغني معي، وعم بتخيلك فوق الدرج عم تسمعي. مرات برسم دمع الحيط العتيق، بركة أيام العتيقة بترجعي. آخ لا أنا ولا أنت عدنا راضين، اثنيناتنا الظاهر علينا مغيرين. هو الحكي، هو العتب، هو الزمان، ما عاد هلأ فيك تعرف ذنب مين. Oh, so.
روبس والله وكيلك بديت الحفلة. خنا وشو طالع بالليل
يا غندور بدي راجب ونعمان ينهان بالساح ينهان وما يقدرش يستحصل على الرابور. هيدي شغلة بتكلف وتكلف وبدي تقلع له الطربوش. طويع الطربوش هيدي اكسترا. فإذا اتفقنا. اتفقنا طبعا. بس مين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟ ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. شش. هاي هاي هودي شو هني اللي لبسون؟ هودي كفوف البوكس. يا ابو حلقة حاتم بو شهيدة قال لي الاحترام اليوم بالساحة وبتعرفني ما بحبش الأذى، بدي اياك تدبر لي اياه. فهمت عليك. وقد القتلة بتكون الدفعة. طب شو رأيك بجيب بوكسين يخلوا وجهه أزرق؟ يا ابو حلقة افهم علي، بدي قتلة فلوكلورية. رح دبر لك عصاي تكسر كسر. وما تنسى الطربوش. مين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع له؟ ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. مين بعتك؟ مين دفعك؟ مين دفع لك؟ ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. اهلا وسهلا بالقبضيات. اهلين بابو النار. شو جايبكم لعندي اليوم؟ نحن قاصدينك بخدمه. خير؟ اجاني قتله لواحد محرز. الظاهر الشغل بيجي ورا بعضه. وشرفك وانا كمان اجت لقتله لواحد محرز. ولكن ليكون ما غيرهم اختلفوا اليوم. وهن في غيرهم؟ راجي وحاتم. حاتم وراجي. عرفنا منهم. بس خواجات بكسروا بالسعر. لك ليكون كلفوك تقوص على حدا. لا كله ولا التقويص. ومنشكر الله لا عم ننهب ولا عم نسرق. كله بتعبنا وضميرنا مرتاح. شو رايكم يا اساتذه نقتلهم ياهم اتنيناتهم هون بنص الساحة؟ فكرة. بس ليك ما بدنا اي حدا بيعرف. وشو تسعير النقابة بنمشي؟ لا شو تسعيرة ما تسعيرة؟ كله نص بالنص. تأمر امر. ومين بعدكم؟ مين دفعكم؟ مين دفعلكم؟ ما حدا بيعرف. طمن بالك هيدي مصلحتنا. مليون مرة. شو هيدا؟ شو هالتزمير؟ سيول؟ ما لي شغل غيرك. سيول شو التزمير بهالليل؟ عم اندهلك. انت لازم فيكي طبع بدل ما تهلي الناس بالزمور. اندهي وانا بسمع. يا حراس يا دورية. هلا بدي افرجيك يا محل الزمور. هلا شو بدك؟ بدي تكمشولي هالجوز. يي نحنا ولا كثير. بالنار والله لو ورجيك وينك. حاضر حاضر. شرف تفضل. وينك ابو النار؟ شرفوا تفضل. كبشناه سيدنا. بدهم يضربوا حاتم وراجي وبكره كل البلد تعلق بعضها. طب اذا انت ضلك هون لانك الشاهد الوحيده. كذابه كذابه. بحكم بيناتنا مختار المخاتير. انت كذب. وانتو انتو الكن سابق. تفضل على المخبر. وين ابو النار؟ لقولي اياه. على المخبر. ابو النار مطلوب. الأعضاء الاختيارية.
الشبان. أهلا وسهلا بالشيخ دياب، يلي بيصفي ع سبع الغاب، يلي بيطلع من غير دماغ. أخونا وحبيبنا الشيخ فضول مرهج منديل مختار الشميسي، خطير ما منقبل غيره، وصار إلو 50 سنة كل مرة بيقيلوا وبيرجعوا يجيبوا. أهلا وسهلا بالشيخ فضول، شو هالطلة يسلم هالطول، بدك تبقى نايم على طول. الشيخ سرحان جهجه برحال مختار القاطع، أسرع من بيركض يلي بيسابق غزال. أهلا وسهلا بالشيخ سرحان، يلي بيألف 100 رجال، بده هدية منا تمثال. كبيرنا وعظيمنا الشيخ لقيس الغطبار المختار العالي، مرته صبية وتجوز من يومين، هيدي سابع مرة. أهلا وسهلا بالشيخ لقيس، يلي بيوصل دايما لقيس، عمرك 100 وبعدك تلميس. شرفتو شرفتونا، عرفناكم معرفتونا، وإن شاء الله توصل بكي يا مختار المفاتير. ولك يا عمي خلي فوت الشيخ لقيس. وين الشيخ لقيس؟ الشيخ وجاي توفى. لا 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 يا مسكين يا شيخ لقيس، قيب حياتك يا حرام، ما لحق العريس مختار المفاتير. أهلا وسهلا مختار المفاتير، أهلا وسهلا مختار المخاطير. يعطيك العافية حاتم. الله يعافيك. يا أهل ميسري، إلكن عندي عطف خاص، لسة تبريزيت نعرفها ومشيناها. راجب حاتم متخانيون متزعلين، والعداوة صار 20 سنة غندور أبو حلقة، أخذنا إفادتهم ووقفناهم. مين شهودك يا راجي؟ زيون. مين شهودك يا حاتم؟ زيون. زيون يا اللي ستة من كحلول، عرفتك وبعرف ستك انت وراجي وحاتم. يا ويلي منكم يا ويلي. انا طالع لعند ستي وكمان عرس بنت خالتي، وتعطلت سيارتي بما يسريم وتاخرتي، ونعمان حدان ما صلح لك سياره، خربطتي البلد. انت متى ستك مشكل جيه؟ بحكي لك رحكي، انا ما بحب الشيء.
راجل بتحكي بالحق تعيش وتاخذ غيره. اللي تريد تصالحه مثل ما بتريد. ومين بيبدا بالصلح؟ هن. يا اهل عروس بتريدوا تعتذروا؟ لا بالله. يا اهل عريس بتريدوا تعتذروا؟ لا. امان امان تعال 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 تعالوا. اللي بتحبه؟ بعتذر انت يا نامان يا سيدي. اوعى ولا بقصف عمره. ولك استرينا يا مره. سيد لسبت لعمتي. معلش سبين لك يا سيدي احلى ما يسبوها الغرب. ايه فاهمه فاهمه. عمره ما بيفهم بكره بيندم. ايه اندم. خليه يندم. شو يعني؟ خلص تقتلته؟ تقتلنا وما بدنا نتصالح. صح. والعريس والعروس؟ تقتلنا وتزعلنا. يعني على حساباتي ما ضل الصلح مطروح؟ لا. لا. حال. أنا لقيت الحل. سميني. عطوني حال. عطوني حال بسرعة بسرعة عطوني حال بسرعة 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 بسرعة. بما إنه أنتم متزعلين متخانين وما بقى للصلح مطرح وشهيدة صبية حلوة عم تكبر وزي ما بتعرفوا أنا حاكم صالح لقيت من المناسب إني أتجوز سيدة. سيدنا بس أنا عارف شو بدك تقولي. عوض ما تقوني أنا عوض ما تقوني أنا صح عوض ما تقولي أنا كبير قولي أصغر من الأعضاء الاختيارية. بتهون الشغلة بتهون. جمعة الجاي نورولي ساحة ما يسريم. بدي العروس بساحة ما يسريم. جاي أخذ عروسي مثل فرسان الكتب وبدي زيون تكون ضيفة الشرف. وين زيون وين زيون مش رح تروح من هون ما رح تهرب كحلون. هو برولي هو برولي. عجبكن هلأ؟ يعني هلأ الصبي رح يروح مني؟ كله منك يا تلجة. راجي بدي ابني وما بدي يروح من بين ايدي. كله منك يا راجي. والله ما عندي شي. قلبي قلنا
وعلى الحزن ما يصير ريم والعشاء تفرق. زهن متفقين تكونوا غلطانين. وقليلة كنت محسبها حزورة لعبة تاري فرقت شخصين بحبوا بعض. وقعتنا كلنا بالظلم. دخلك ليش مرات الواحد بيكون مرات الشغلة بس بحس حاله مجروح؟ أنا ما وقع الظلم مع إنسان بهالأرض لو حسيت حالي أنا مظلومة. أولك في استخدم هالتليفون؟ ايه لمين؟ كحلون. الو الو شلهوب اعطيني كحلون. الو الو عم بيطر الخط. الو الو كحلون. ستي ستي يا ستي اشتقت لك يا ستي. علي صوتك صوتك بعيد جاي من الكرب جاي من التفاح. صوتك حامل شمس وفي لون التين والزيتون. وريحة الطيور يا ستي. يرشح. لذلك انت تبني عنا حضرة الشويش النشيط على رأس أوركسترا مسلحة ليرقص ويغني تحت شباكك مثل فرسان العصر الرومنطيقي.
شوفي خير؟ هيك بتعمل فيني؟ وليش شو عملت؟ بدله شو عملتي؟ ما لقيتي غير هالختيار بدك تتجوزيه؟ هالختيار في رجولي أكتر منك يا جبان. عجبك؟ ايه عجبني. شرجحتيني قدام الناس. طيب يا شهيدة فين نغير شي؟ نغير شي؟ شو بدنا نغير يا نعمان؟ خلص الحب. انت تأخرت كتير وما بقى في لسه محمر. قلك يلا عبيتك. يلا عبيتك. حاتم وينك يا حاتم؟ آخ يا راجي 20 سنة عداوة غلطنا بحق حالنا وبحق أولادنا. شو مبين عم تحكوا مع بعضكم؟ بدنا نصالح. شو على خاطركم قضية؟ انتوا بدكم تصالحوا بس نحن ما بدنا نصالح. ايه؟ هاي أول مرة بسمعها. الحكومة ضد الصلح. شو؟ ناسين مختار المخاتير هو الحق العام؟ من الحق العام بدي يتجوز شهيدة؟ بالله ليه نحن تحت أمره؟ كيف كيف كيف؟ سمعني. بدنا نتجوز نعمان لشهيدة. وشهيدة لنعمان. يا عمي هنوف مصلحتك. حياة بنتك بدها تصير كلمة الدولة وانت بدك تصير عم الحكم. بس الولاد بيحبوا بعض ورح يطقوا. لا يطقوا. لقاعد يطق سيدنا المعلم بطق البلد. ولو هي ما بدها؟ ايه هي ما بدها بس هو ما بده. يطز عليه. صحايب 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 عريسنا مختار المخاتير. حلواي جايك ضيوف هلأ كنتي مضواي ليش
التعتير سينة عز وأول ولفتات الريح داري الحب مخبى لي بين سرير لبيني يا جارة جارك عشقان قاعد القفعة الطارة وريح حسبان قاعد القفعة الطارة وريح حسبان رنجيتونا زيارة يا أبو نعمان ابنك يتعس بالحار حرمت حريم تعرس وقوالي ولفتات الريم جاري لحب مخباري بميس الريم جيت وعارف جاير الطل بعضن وعارف انه ميس الريم ما رح تتصلح الا اذا هزيناه بوي اللي رح اخد جيدة حتى يتصالحوا يتراضوا ببعضن يا مان تعال هون سيدي تخلوني اصبر الله يهنيكم العرس يلا بخاطركم بخاطركم ابني رح يتجوز خلص الموسم بكحلون جوزت بنت خالتي وسبقني الفرح زيون بسلم عليك نعمان وقالن يوم عرسه مبروك يابا يعني مش قادر يصلح لك السيارة كيف يعني مش قادر يصلح السيارة شو ليه السيارة معرضة بالطريق صلى ألف سنة هلا انتبهتوا كان في شيء أهم هلا خلصوا المشاكل فطينا للسير ليه معروضة بالطريق كان مفروض نعمان يصلح السيارة بس جوزناش إلا شهيدة وطلع مثله مثل غيره نال مطالبه وتركنا كحلون هالسيارة مش عم تمشي بدل
ماي تيم. بحب أشكر حضوركم الجميل، بتمنى إنكم كتير انبسطتوا اليوم، بتمنى إنه ضيوفنا عن جد انبسطوا، إحنا انبسطنا فيكم. بحب أشكر كل شخص وبهاي الرحلة الجميلة بكل تفاصيلها، من صغيرها لكبيرها، من أقل شخص ساهم بهذا العمل لأكبر شخص ساهم بهذا العمل، بشكركم نفر نفر عن جد. شكراً كتير، لولاكم we couldn't make it. وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، شرفتونا. باي.